وبعد كده يمكن الفوز يتاخر وتطلع متعادل. كانوا مصممين كابتن يلعبوا من البيلد اب من تحت. ايوه وحشين جدا، مس باس كتير، المفروض كان يغير بقى الأهلي. عشان الاهلي بيضغط صح، بس هو سابهم برضه يعملوا بيلد اب. ما هو الاهلي سيء، الاهلي الحقيقه الضغط كويس قوي، الضغط عمله لفتره طويله ودي صعبه جدا على اللعيب المصري. نص ساعه تقريبا ده نمره واحد. كمان زي ما قال حسن مش مس باس، كل الكوره بتطلع من رجل لاعب للاعب زميله. مظبوط، مفيش حاجه اسمها تركيز جامد، مفيش حاجه اسمها كوره فيها اختبارات. طب انت علشان الكوره تطلع من زميل لزميل باستمرار، ده معناه ان كل زميل معاه كوره عنده عده اختيارات للتمرير. صحيح، يعني معنى كده ان الفرقه كلها بتتحرك، ده مجهود بدني كبير ضخم جدا. الجزء الثاني ان وسط الاهلي هزم وسط العين تماما. وكمان تاخير خط دفاع الاهلي مع وسط الملعب لما بيفقد الكوره حرم او حيد تماما هجوم العين، وحيد كمان القوه بتاعت العين اللي هي سرعه سفيان رحيمي. سفيان رحيمي ما بقاش عنده مساحه مش ممكن الكوره تترمي له، وبقى معزول اغلب المباراه طبعا. ورامي عمل مباراة 10 على 10 كالعادة استمرارا للموسم الجيد اللي بيشتغل اللي عامله السنة دي. ياسر الأهم بقى من ده طبعا، وياسر طبعا، بس الأهم من ده الأهلي في الشوط الثاني. احنا دايما نقول ايه، انت كسبان 2 طب ارجع عشان تدافع على 2. هو الأهلي دافع شوية بس ابتدى يقابل من بدري، وابتدى كمان يضغط برضو تاني. وده تعب العين جدا. هنا بقى اكيد الاهلي عنده اللياقه البدنيه بتاعته تفوق اللياقه بتاعت لعيبه العين بكتير، لان خاصه الاهلي ابتدى الشوط الثاني بنفس الطريقه اللي بدا بيها الشوط الاولاني او بدا بيها المباراه اللي هو الضغط. بيضغط باستمرار، بيضغط باستمرار، وخمس ستة لعيبه سبع لعيبه في موقف الهجوم يفقد الكره، بتلاقي الكره دي في تمن بتاعت قعد يخبط الارض يعني.